السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. لمن يريد حجز القراءات الخاصة حبايب قلبي، لينك الأدمن في صندوق الوصف. طيب، رسالة اليوم حبايب قلبي، الرسالة النهاردة واضح انك شخص كنت مستسلم لحاجة معينة في حياتك، وكنت خلاص عارفين طاقة الشخص اللي هو هينفجر هيطق، مش قادر يطلع اللي جواه من كتر الكبت والخنقة، وكأنه مستحمل حاجة غصب عنه. بس في حاجة ظهرت في حياتك خليتك شفت حاجات من حياتك السابقة، وكأنك كنت روح مبعوثة من حياة سابقة الى شخص في هذا الزمان. ايا كان الشخص ده، انت مبعوث شفاء للشخص ده، او انت مبعوث علشان تدخل الشخص ده في علو روحي عالي وهو يدخلك في صحوة روحية وتغير حاجة من حياتك. ايا كان الشخص اللي دخل حياتكم، حتى لو كان صديق شقلب حياتكم كلها، فانت هنا كنت مستسلم لوضع معين، لحالة معينة، لبطء معين، لعدم حركة، ولكنك الآن في حالة تمرد. أنا شايفة شخص عايز يكسر سلاسل، عايز يفك قيود، مربوط ربطة غريبة عجيبة مع أشخاص ما ينفعش إنه يكون معهم أصلا. يمكن أنت كنت متأقلم معهم وكنت بتحسب نفسك زيهم في الأول، بس الحركة دي، حركة التمرد اللي انت عملتها دي، بتدل انك انت روحك اتغيرت، انت اتغيرت. وانا متأكدة من اللي انا بقوله، في حد منكم بيصنع حياته دلوقتي بايده، يعني كأن دلوقتي انت بتقول انا في طاقة تمرد على الوضع الحالي، انا مش هستسلم. اذا كنت هستسلم لامر الله في شيء معين، مش هستسلم للناس دي. ففي حالة غضب، في حالة ثورة، في حالة عارفين الشخص اللي عايز يكتمل. انتوا حبايب قلبي هنا بتدوروا على الاكتمال، واكتمالكم بيكمن في حاجة معينة انتوا عايزينها وبتتمنوها وبتدعوا بيها. فانتوا مش عايزين تستسلموا للوضع اللي انتوا فيه ده، علشان انتوا عايزين تغيروا منه، انتوا عايزين تكونوا في طاقة من طاقات السعادة. في حاجة انا متأكدة حصلت في أحلامك، في وعيك، في إدراكك، خليتك شفت حاجة من حياتك السابقة وعرفت أنت مين، وكمان عرفت إن الشخص اللي داخل في حياتك ده مين، حتى لو كان صديق زي ما بقول لكم، لو كان حبيب، لو كان توأم، لو كان أخ، لو كان شخص غريب دخل في حياتك بس غيرها، هو شخص بمثابة المرشد الروحي لك. أيا كان خدت إرشادك الروحي من مين، الشخص ده أنت كنت تعرفه في الحياة السابقة، اللي انت سمعت ليه، واللي انت خدت بإرشاده، واللي انت حسيت انك عارفه من زمان، واللي انت ارتحت ليه كليا. في طاقة راحة كده، عارفين طاقة الراحة لما تشوف انسان وتقول انا مرتاح له، انا حاسس ان انا عارف الشخص ده من زمان، حاسس انه من اهلي، حاسس انه من عيلتي، حاسس انه مختلف، انا مشوفت الشخص زي كده تاني. فانت هنا طاقة الراحة مع الشخص ده لانه راجع لك من الحياة السابقة، وانت شفت، انت شفت حاجة، انا متأكدة انت شفت حاجة في حياتك السابقة في احلامك. منكم شاف نفسه في حروب، منكم شاف نفسه في زواج مع شخص، منكم شاف اشخاص كتير من حياته السابقة في الوقت ده اصلا، في الوقت ده حبايب قلبي لغاية ما تبدأ السنة الجديدة، انتوا هتقابلوا اشخاص كتير من حياة سابقة، توائم روح ليكم كتير. توائم الروح طبعا بتكون اكتر من شخص، يعني ممكن ما تكونش اصلا حبيب، يعني توائم الروح ممكن تكون صديق، ممكن يكون إنسانة قابلتها وارتحت لها وكانت هي أم ليك في الحياة السابقة، ممكن يكون قابلت شخص وارتحت له كان هو أب ليك في الحياة السابقة، فهو بيكون من عائلة الدم، من العائلة الروحية. فإنتوا حبايب قلبي هنا في الفترة دي هتقابلوا كتير من عائلتكم الروحية، هترتاحوا لناس كتير، لأن في طاقة تغيير، طاقة تحول، في حاجة كده هتحصل في حياتكم، هتعرفوا تصنعوا حاجة هتغيروا بيها كل ده. طاقة التمرد اللي انت فيها في الوقت الحالي هي الطاقة الصحيحة،
اتمرد على الوضع اللي انت فيه لانه وضع مؤلم. غير من نفسك وغير من طاقتك لانك هتقدر تصنع شيء معين في حياتك هتحقق بيه كل حاجة بتتمناها بإذن الله. طبعا خليك متحمس، اطلع من طاقة الخسارة والزعل وانك عشت اوقات صعبة، اطلع من طاقة اليأس والقلق على كل حاجة، لان القلق ما بيجذبش الا القلق. للأسف القلق دايما بيجذب التوتر، بيجذب مثلا الحاجات اللي هي زي ما انت بتفكر في القلق مثلا الآن على الشيء ده بيحصل. انت محتاج برضو هنا انك ما تنكرش حاجة جواك بداخلك، انت جواك بصيرة من الوعي بتخليك تعرف ايه الحقيقة، ولكن بتنكر، انت بتنكر حاجة بداخلك عايز تطلع من حاجة معينة، ولكن التمرد اللي انت فيه ده هو اللي هيوريك الحقيقة. خليك شجاع، كن اقوى من كده، انت هتقدر تطلع التعابين والحياية دول من محيطك، هتقدر انك تعدي بالوقت الصعب اللي انت فيه. ما تيأسش ابدا، لان القلق بيجذب القلق وبيجذب اوقات صعبة كتير. عايز تكتمل، طاقة الاكتمال جايالك، فقط كمل في اللي انت فيه، اشتغل على نفسك، في قوة ليك هتأتي وبسرعة كبيرة جدا، في حاجة هتحصل في حياتك وحاجة قوية هيحصل فيها حركة في حياتك وتقدم بإذن الله. انت هتنتصر على أعداء يا صاحب الرسالة، والحياة هتمشي معاك في الفترة دي، يعني بعد ما كانت واقفة أو فيها جمود بإذن الله في حركة، في حركة، في حاجة هتشتغل، هتبتدي تلاقي الدنيا كلها مشيت معاك. في هنا استسلام لطاقة إلهية، وفي تمرد على طاقة بشرية، يعني على وضع حالي انت عايش فيه. انما في حاجة معينة انت بتتمناها، سايب الامر الى الله، بس عايز تعمل خطوة، لان في حد منكم هنا عايز يتواصل مع حد وعايز يقول له حقيقة، انت عايز تقول له حاجة جواك، عايز مناقشة تحصل بينك وبينه بسرعة جدا، كأنك حاسس ان الشخص ده هيروح منك. يمكن انت مزعل والدتك مثلا، مزعل اب، مزعل توأم، في حد عايز يلحق حد هنا وعايز يتواصل معاه وبسرعة كبيرة جدا، وانت عارف نفسك اللي بتسمعني، لان الرسالة دي جاية عن طريق الاسترسال. حد بيقول انا عايز اتكلم، انا عايز اقول الحقيقة، حد بيردد جواه كده وانا سمع الكلام ده، انا عايز اتكلم، انا عايز اقول الحقيقة، في حاجة انت عايز تقولها، يمكن عايز تبرر حاجة معينة لشخص، وده داير جواك في الوقت ده. حاول انك تعترف الاول لنفسك وجواك بان الحاجة دي حقيقية وما تنكرش، وتصدق بصيرتك وتصدق حدسك، وبلاش الخوف، بلاش الخوف، بدلوه حبيبي، بدلوا الخوف ده بإرادة قوية، بشجاعة. على فكرة انت شخص عارف انت المفروض تعمل ايه بالظبط، عارف، عارفين يعني ايه عارفين، انتوا عارفين لازم تعملوا ايه، بس في منكم بينكر، يعني لا 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 الحاجات دي مش حقيقة، لا 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 لا، حد بيقول لنفسه كده، لا 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 مش ممكن، يعني في حد بينكر حاجة وهو المفروض عارف هيعمل ايه، بس في حد هنا مش عايز يعمل شيء افضل، علشان كأنك لازم تكون قد الكلمة اللي هتقولها يمكن، فمش عايز حد يرجع يزعل منك، مش عايز حد انه يكون مثلا يشعر بالخذلان منك في شيء. فانت هنا طاقة التمرد، لكن انا برضو بعمل شيء واحدة واحدة. واضح ان في حد فيكم شغال على طاقة الحب، يعني في حد منكم عايز يكلم حد بيحبه. طيب، والمفروض الحد ده انت شايفه جميل جدا، يعني شايف ان الشخص ده اجمل انسان شفته في حياتك، او اجمل شيء دخل في حياتك. ممكن انت شفت حاجات مرة كتير في حياتك، شفت تعب، شفت تسلط، شفت اوقات صعبة، شفت ناس صعبة، شفت ناس نرجسية، فانتوا شايفين ان حد في حياتكم هو الحد الحقيقي قوي، او الحب الجميل، او الطاقة الجميلة اللي دخلت حياتكم. مش شرط يكون حب عاطفي، يعني حد دخل حياتكم وكان افضل حد دخل في حياتكم، ايا كان الحد ده، بس انتوا شايفينه شيء جميل، شيء ما فيش منه كتير، اكنك بتقول مثلا اللي زيهم قليل في الدنيا دي. طيب، ثق في صوتك الداخلي، هو بيرشدك لحاجة معينة، وبيرشدك دايما بشكل صحيح، يعني بيرشدك دايما بشيء صحيح، بشكل صحيح، بس انت بتشك. مش بقولكم انتوا بتنكروا حاجة هنا، انتوا بتنكروا حاجة بيقولها لكم صوتكم الداخلي انها هتحصل مثلا،
ممكن بيجيلك بحدس شيء معين انه هيحصل وانت بتقول لا 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 لا، بس والله ربنا هيتفضل عليك، ستنال رحمة وبركة من ربنا. طيب الرسالة دي جايه لك بتقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. حبايب قلبي انتوا هتنالوا فضل من ربنا، ربنا سيتفضل عليك بعد العذاب اللي انت شفته. المهم ان في صفحه بيضه انت هتفتحها باذن الله. ممكن انت ظلمت نفسك او ظلمت شخص او يعني عملت حاجه وندمان عليها، فكأن هنا يعني جايه لك رساله استبشاريه، ابتدي من جديد، اشتغل على نفسك من جديد، خد صفحة بيضة من جديد في حياتك، واعلم انه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اخر رسالة جاية لكم حبايب قلبي هي بتخص دخولكم البيوت. الرسالة بتقولك اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على اهلها تسليما، وعلى انفسكم حبايب قلبي سلموا على انفسكم كمان، ماشي؟ يعني تقولوا السلام علينا من ربنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدخولكم المنزل. ارموا طاقة السلام تخرج الشياطين من المنزل. هي رسالة لأحدا منكم أو لكم كلكم عموما، هي الحاجة دي بتخلي الشياطين تخرج من المنزل بإذن الله. عليكم بالثقة والإيمان، ودايما هقول لكم الناس اللي خايفة من أسحار، الناس اللي خايفة من أعمال، إذا قربتم من ربنا، الناس اللي بتقرب من ربنا فعلا بحق تقربهم منه، بتعبدوه مثلا عبادة فيها حق العبادة، وإحنا طبعا مهما عبدنا ربنا مش هنعبده حق عبادته، بس طبعا اللي الناس القريبة قوي من ربنا لا يخافوا من طاقة إنس ولا يخافوا من طاقة جن. دايما أمنوا من جواكم، مفيش حاجة هتضركم أبدا إلا بإذن الله. فاشتغلوا على طاقة الاستغفار واعرفوا أن ربنا بيحبكم حبايبي. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، ربكم فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.